مراد انطباعات اوليه طبعا بعد هذه الخساره اللي نجم نقول عليها برشا حاجات، كيف هذه خساره مره خلينا نقول المنتخب التونسي. احنا خلي نحطوا الامور في اطارها، كان قالوا لنا قبل كان باش نخرجوا في الربع النهائي ضد بوركينا فاسو، هل انه كنا نعتبروها حصيله ايجابيه؟ الجواب لا، كما قال فيصل قبيليكا كان خسرنا كاردو فينال ضد مصر ضد كوت ديفوار ضد الكاميرون بعد مقابله محترمه، اوكي خسرنا وانسحبنا في الربع النهائي ضد فريق محترم جدا، كي تحط الامور في اطارها بلاد فقيره بوركينا فاسو وناس محترمين والدوله حتى مجهوده وملاعبيها يحبوا ليكيب ناسيونال، اون فوا اللي قلنا هذا الكل بوركينا فاسو ماهيش في التوب فايف الافريقي، عمرها ما ترشحت الكوب دي موند. الحاجه اللي انا ما فهمتهاش ضد مالي ضيعنا الشوط الاول ما لعبناش، قلنا اول شوط اول في الدوره والدنيا سخونه ومشاكل مشينا قبلناها. ضد غامبيا تقريبا كيف كيف، شوط الاول ضاع قلنا الكورونا ومش الكورونا. ضد بوركينا فاسو ضيعنا شوط اول، الور كو احنا دخلنا المباراه هذه بعد ما حققنا اكسبلوا بطولي، ربحنا نيجيريا اللي هي احسن فريق في الدور الاول، صحيح ولا لا؟ الفريق الوحيد اللي عمل تسعه ولا تسعه مع الكاميرون ولعب خير من الكاميرون. كاميرون سبعه عام سبعه. لعبنا باكسبلوا دخل في تاريخ الكوره من غير 12 ملاعبي في الكورونا، يعني افريقيا الكل غزرت لنا بعد ماتش نيجيريا كفريق ينجم يلعب على اقل تقدير على الدومي فينال. يا اخي كما قالوا الاولاد قبيليكا رينا الشوط الاول تقول هبطنا باش نكوروا ضد البرازيل. اولا هذا نفسانيا لابروش نتاع الماتش البريباراسيون نتاع الماتش، لاعبيه خايفين اول حاجه الروبلاسمون اوكين بريز دو ريسك. راهو ولاسعد اكيد موافقني، الكوره اليوم من غير ما نعطيو دروس منظر كبير مانيش نعطي في الدروس، الكوره اليوم مبنيه على الديزيكيليبرو على البريز دو ريسك، خصوصا في ماتش كيف ما ماتش اليميناسيون ديريكت. مصر تتذكروا مع نادر السيد قد ما اتهمنا كارلوس كيروش وقلنا مدرب دفاعي، وقت جاء صحيح ضد كوت ديفوار كان ياخذ دي ريسك من الشوط الاولاني هكا ولا خمسه سته ملاعبيه في الديزويت نتاع كوت ديفوار. احنا استنينا دقيقه 60 باش نلعبوا المباراه، كي تجي تشوف علاش؟ شنو هو السبب؟ لا عندنا كورونا ملاعبيه لاول مره المدرب عنده الاختيار، لا منافسنا معناها مجهول نعرفوه كورناه له بالفيديو وكل. انا راى انه بالنسبه لي الهزيمه نتاع اليوم مشكله كبيره نتاع تحضير بدني، لي جوار من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى سون جو. علي معلول دخل في الشوط الثاني كان خرجوا الصوره دقيقه 79 يديه على حزامه تعب. دراجر اليوم الماتش اللي عمله بغض النظر على كاليتي تكنيك وتكتيك وينجم يكون مش في نهار وتصير الاغلب الملاعب تصير الاكبر الملاعبيه في العالم، اليوم عمل ماتش بالنسبه لي عنده ان بروبليم فيزيك. قد يكون هذا تفسيري، تونس عطات كل ما عندها في نيجيريا ضد مباراه نيجيريا، جينا ضد بوركينا فاسو وفات الطاقه والباتري ذابت العجالي تفشوا. كانك انت فريق تدخل تورنوا باش تعطي كل ما عندك في ماتش واحد حتى وان كنت حققت اكسبلوا ما تنجمش تلعب على التيتر، وقتها انت فريق خسرت في الوقت المناسب. دونك انا بالنسبه لي اليوم تحضير نفسي غالب تماما وتحضير بدني يطرح عده نقاط استفهام، ماهوش معقول نراو اليوم المستوى البدني اللي رينا. بعد خلي نعدي الكره الاولاد تو بعد نحكيو على الفرديات وعلى الاختيارات التكتيكيه والكلام اللي تقال الكل واللي انا موافقه عموما.